أهلا بكم مشاهدينا من جديد. إياب نصف نهائي القارة بين أهلي واتحاد جدة. الذهاب انتهى اتحادي بهدف هزازي، ومواجهة مساء اليوم تجمع بين التشيكي ياروليم والإسباني كانيدا بين الأستاذ وتلميذه. ياروليم الأستاذ أخفق أمام تلميذه كانيدا ذهبا، فلمن تكون الكلمة الأخيرة؟ ظفر الله المؤذن. تتجدد المواجهة بين الإسباني راؤول كانيدا والتشيكي ياروليم، مواجهة يعتبرها الأستاذ مدرب الأهلي فرصة لرد خسارة مباراة الذهاب، ويريدها التلميذ كانيدا لتأكيد تفوقه. الفارق في الخبرة كبير بين المدربين عندما نقرأ سيرتهما الذاتية، فكانيدا مدرب الاتحاد عمل مساعدا ولم يدرب إلا نادي الاتحاد. في المقابل فإن تشيكي له من الخبرة ما يكفي سواء كمدرب أو كلاعب. كانيدا في الأربعينيات قادم من بونتي فيدرا بإسبانيا، بدأ مشواره التدريبي كمساعد في نادي دورادوس المكسيكي في موسم 2006-2007، ثم انتقل للعمل كمساعد أيضا في نادي ريال سوسيداد الإسباني لمدة موسمين، ومنها إلى الميريا كمساعد أيضا. وكانت أول تجربة له كمدرب مع اتحاد جدة في يناير، وتم تجديد عقده لمدة 3 مواسم. كانيدا تأقلم بسرعة مع الاتحاد، ونجح في تكوين خلطة بين المخضرمين وعلى رأسهم محمد نور وكاريري والشبان، فقاد الفريق للمركز الرابع في الدوري حاليا، ووصل إلى نصف نهائي البطولة القارية. كانيدا تفوق أيضا على أستاذه في إياب الدوري السعودي، ولم يخسر بتاتا أمام الأهلي. في المقابل فإن سجل التشيكي ياروليم مدرب الأهلي حافل بالخبرة من خلال المحطات الكثيرة التي مر بها كلاعب دولي دافع عن ألوان بلاده في الثمانينيات، أو كمدرب في تشيكيا لنادي سلافيا براغ وتوغلا براغ، وفي أندية فرنسية مثل ستراسبور. يمتلك ياروليم القدرة على قراءة أوراق الفريق المنافس، كما أنه يجيد توظيف اللاعبين في منظومة تكتيكية سلسة ليقود الأهلي لوصافة الدوري المحلي الموسم الماضي ولقب كأس خادم الحرمين للأبطال، والآن بات على بعد خطوة من المشهد الختامي للبطولة القارية، فلمن تكون الغلبة في المواجهة الثالثة بين راؤول وكاريل؟ غفر المؤذن، العربية. مشاهدينا، للحديث عن المواجهة المرتقبة معنا من جدة وجدي الطويل المحلل الرياضي، ومن جدة أيضا مروان بصاص اللاعب الدولي السابق. أهلا بكما بداية، وأبدأ مع مروان بصاص. وسؤالي الأول كابتن مروان هو عن المدرب كانيدا، حيث يعني لم يخسر كانيدا طوال مشواري مع الاتحاد إلا في مباراة غوانزو في الإياب، والتي لم تؤثر على نتيجة الفريق. ما هي أهم مزايا هذا المدرب؟ صباح الخير أستاذ خالد. صباح النور. الخير السادة المشاهدين، صباح على الأستاذ وجدي، وكل عام والجميع بخير. ما في شك السيد كانيدا الآن يعني إلى الآن بيقدم مباريات ومستويات مرضية لمحبين نادي الاتحاد. نعم. لم يهزم إلا مباراة واحدة، ومباراة كانت بطعم الفوز للتأهل لنصف النهائي. اعتقد انه ميزات كانيدا هو في بعض الاحيان يكون متاخر في قراءه بعض المباريات، ولكن يعني بيقرا المباريات بشكل واضح. يعني تجد السيد كانيدا في الشوط الاول مثلا بيلعب بنهج، وفي بغير بنهج في الشوط الثاني باشراك لاعب او لاعبين، او بشكل بنفس اللاعبين تغيير بعض المراكز، وهذا ما يمتاز به السيد كانيدا الى الان. يعني هذه تقريبا يعني ملاحظتك الابرز. طيب مروان أو كابتن مروان، كيف سيلعب كانيدا غدا للخروج بالنتيجة التي يريدها الاتحاد؟ والله من المتوقع، اللي أنا أتوقع أنه حيكون السيد كانيدا حيعتمد على الهجمات المرتدة، دفاع منطقة
تقفيل منطقة النص اللي هي الأهم في الفريقين واللي هي يعني تعتبر من المناطق الأقوى في الفريقين، والاعتماد على الهجمات المرتدة. هذا من المفترض أو هذا مو من هذا المتوقع أنه حيكون في سيناريو مباراة بكرة. إذن يعني خير وسيلة للدفاع الهجوم؟ ما في شك أنه خير وسيلة للدفاع الهجوم، ولكن يعني أتمنى أن لا يلجأ السيد كنيدا إلى ما فعله في المباراة الأولى أمام الفريق الصيني وانزو، ويتدارك يعني ولو اعتمد على هذه الطريقة سيسلم بالأمانة سيسلم الملعب للاعبين الأهلي، والأهلي يملك لاعبين أيضا يعني لهم خبرتهم لهم مهاراتهم العالية القادرين إن هم يعني يغيروا في نتيجة المباراة. ولكن توقع أنه حتكون طريقة كنيدا اللي هو الاعتماد على الهجمات المرتدة والاعتماد على انطلاقات إبراهيم هزازي للعكسيات للمهاجمين. طيب كابتن مروان، إيش الخطأ اللي صار في مباراة الذهب مباراة الإياب في مع غوانزو؟ المباراة يعني هو تغيير في بعض المراكز، يعني من أهم النقاط إنه بدأ بخمسة خمسة أربعة واحد، العادة يبدأ الاتحاد بأربعة خمسة واحد، فإضافة لاعب مدافع أصبح يعني سبب نوع من الربكة والإنقاص من لاعبين النص الوسط اللي استطاع فيها الفريق الصيني في تلك المباراة يعني يمسك زمام الأمور ويملك وسط الملعب، ومما أحرج الاتحاد. ولكن عندما عادت التشكيلة لوضعها الطبيعي وإعطاء الشربيني الدور الهجومي أكثر من الدفاعي لاحظنا استطاع الاتحاد أنه يسجل هدف وأنه كان ممكن يسجل أكثر من كذا. فأعتقد أنه من أهم شيء إعطاء الشربيني وكلاعب مهاري ومهاجم دوره الهجومي اللي هو يعني الآن موجود في نادي الاتحاد من أجله، وليس يعني تكتيفه في معظم المباراة للرجوع للخلف. كابتن موران ابقى معي سأتحول إلى ضيف الآخر سيد وجدي الطويل. مساء الخير بداية سيد وجدي، ما هي أهم مزايا مدرب الأهلي يا روليم؟ مساء الخير خالد، ومساء الخير لجميع المشاهدين والكابتن مروان بصاص. بالنسبة للمدرب يا روليمي، يمكن الشيء الوحيد اللي استفاد منه هو اللي هو الاستقرار الإداري اللي موجود داخل النادي الأهلي، بالإضافة إلى العناصر اللي تم ضخها بالنسبة للاعبين في النادي الأهلي، يضاف إلى ذلك الخبرة اللي تمتع بها من خلال مشواره التدريبي سواء في دولته أو في فرنسا من خلال تدريبه لنادي ستراسبورغ، وحتى عندما كان يعمل كمساعد مدرب للمنتخب التشيكي. طب ما هي أكبر مزايا فنيا داخل ملعب سيد وجدي؟ أكبر مزايا هو الاستغلال اللاعبين بصورة مباشرة، يعني استفادة من بعض اللاعبين وتوظيفهم بشكل مناسب. يعني احنا في بعض الحالات بنشوف من بعض المباريات يعني يمكن نوعا ما قدر يعني بخلق فرص بالنسبة للفريق من خلال إعطاء بعض التعليمات بالنسبة للاعبين وبالذات بالنسبة للناحية الهجومية أكثر. طيب سيد وجدي، ما هي الطريقة التي سينتجها ياروليم للرجوع بنتيجة المباراة والتأهل إلى نهائي آسيا؟ هو طبعا الآن ما يعتبر متخلف بالنسبة للمباراة الذهاب بهدف، والآن المفترض أن المباراة هذه هي الشوط الثاني بالنسبة للمباراة، ولا يعني لا يوجد بديل بالنسبة له هو، يعني إلا أنه هو يفوز بهذه المباراة حتى أنه يتأهل. لكن هذا لا يعني طبعا أنه والله الاندفاع في الهجوم وترك فراغات بالنسبة لفريق يعني زي نادي الاتحاد يجيد، يمكن خلينا استعير مقولة قالها الكاتب صالح الصالح اليوم، أنه لاعبو الاتحاد يجيدون التحدث بالآسيوية بطلاقة. فبالفعل يعني اللعب في البطولة الآسيوية لعبة نادي الاتحاد، ويجيدون يعني عارف التعامل مع المباراة، فيجب أن يكون حذر حتى بالنسبة للشوط الأول في تعامله مع المباراة، ومن ثم بعد كده في حالة تسجيل هدف يصبح اللعب سجال ما بين الفريقين. يعني سيد وجدي تتوقع أنه يكون متحفظ المدرب في على الأقل تقدير في الشوط الأول؟ والله طريقة لعب الفريقين تقول الشيء هذا، يعني ما أحد حيغامر بالهجوم، لأنه إحنا أكبر مثال بالنسبة لنا إحنا شفناه ولاحظناه بالنسبة للبطولة الآسيوية يمكن مباراة الهلال، عندما اندفع نادي الهلال وكان متخلف بهدف وشفنا إيش كانت نتيجة المباراة بالنسبة له. يمكن الظروف تختلف من مباراة لمباراة، لكن هذا أكبر درس لنا كان في البطولة الآسيوية. طيب سيد وجدي يبقى معي، سأعود لضيفي كابتن مروان. كابتن مروان، ما هي أهم أسلحة كنيدة
في المباراة المهمة اليوم داخل الملعب؟ والله عند كنيدا يعني عدة خيارات، وعنده عدة لاعبين قادرين على صنع الفارق. يعني مع احترامي لفريق الأهلي اللي يعتبر، أنا أنظر كعناصريا الآن، يعني في الاتحاد 7 أو 8 لاعبين قادرين يصنعوا الفارق. نبدأ من الظهير هزازي لأخو نايف لكريري إمبابي، إذا تم إشراك فهد المولد أو أبو سبعان، نور شربيني، هذه كلها خيارات للسيد كنيدا بإشراكها وتوظيفها بالشكل المناسب. فعناصريا تجد أن الاتحاد هو يعني متمكن في وسط الملعب، لاعبينه أكثر مع احترامي من لاعبين الأهلي وخبرتهم أكبر. فأعتقد أنه يعني الاتحاد في المباراة هذه لو وظف السيد كنيدا اللاعبين بالشكل المطلوب هيكون هو الأقرب لبلوغ النهائي. طب كابتن، هو أكيد مطالب بتوظيف اللاعبين بالأماكن الصحيحة، لكن في ظل أزمة دي سوزا أو غياب دي سوزا الذي أقره المدرب في المؤتمر الصحفي، ما هو مدى تأثير سوزا في مباراة مهمة كهذا؟ والله أستاذ خالد، مع احترامي لدي سوزا، أنا حتى من نبض الشارع الرياضي الاتحادي، يعني معظم جماهير الاتحاد لم تكترث لسوزا، لأنه لم يقدم هو اللاعب أصلا، لم يقدم ما هو مرضي وفي طموحات جمهور محبين نادي الاتحاد. فأعتقد ما حيكون له التأثير الكبير. نعم هو لاعب كبير ومحترف، ولكن كابتن مروان بس يعني ما تحس أنك يعني زودتها شوي بخصوص سوزا؟ يعني كان له بصمة واضحة، خاصة مع جوانزو في الذهاب وفي مباريات الدوري السعودي أيضا. أوكي، أنا أتكلم كآخر مباراة وكنظرة فنية. مباراة الذهاب، آخر مباراة، ما يعني مباراة الذهاب الأولى مع الأهلي، يعني ما احترامي سوزا لاعب كبير أوكي على عينه وراسه، ولكن ما دفعل في المباراة. يعني أنا في رأيي إشراك فهد المولد أو بسبعان في مباريات مثل هذه حيكون مردودها أكبر مما قدمه سوزا. يعني ما احترامي سوزا، نعم قدم مباراة واحدة اللي شفناها له تقريبا كانت مع أو مباراتين، الأولى كانت مع الاتفاق في المباراة الأولى في الدوري، ومباراة جوانزو الثانية، ولم نشاهد سوزا. أنا لما أجلب لاعب بمبلغ ولاعب محترف يجب أن يكون اللاعب هذا هو منقول الليدر، هو من يحرك الفريق، هو من يشيل الفريق، هو اللي يعني يصنع لي هجمات ويجيب لي أقوام في مباريات مثل هذه أنا محتاجه فيها. فأعتقد غيابه ما أعتقد أنه حيكون بذاك التأثير القوي على لاعبين الاتحاد، وأنا أعرف لاعبين الاتحاد وأعرف روحهم وأعرف يعني عشت الوضع وعارف الوضع تماما يعني. فما أعتقد أنه حيكون ذاك التأثير الكبير اللي حيأثر على الاتحادين. إذا كابتن، أنت تتفق مع المنتشر الذي يقول أن سوزا ليس نور. عموما كابتن، ما هي يعني نقاط الضعف الأبرز في الاتحاد بحكم أن نقاط القوة واضحة بشكل صريح، أو التي يخاف منها جمهور الاتحاد؟ والله هي إلى الآن في الفريقين مو في الاتحاد بس، هو العمق الدفاعي هو أكثر برغم وجود أسامة المولد، ولكن هناك بعض الأخطاء والمبالغة في الرجوع أثناء الهجمة، مبالغة في الرجوع إلى داخل خط ال 18 هو ما يسبب أكبر ربكة لمدافعين الاتحاد. ولكن يظل العمق الدفاعي في الفريقين هو النقطة الأضعف لدى الاتحاد والأهلي. كابتن مروان، ابقى معي سأعود لضيفي سيد وجدي. سيد وجدي، تتفق مع كابتن مروان في ضعف الخطوط الدفاع بالسعودية بشكل عام وليس بس فقط في الاتحاد والأهلي؟ بالفعل أنا أعيد كلام الكابتن مروان بشدة، وبالذات بالنسبة للعمق الدفاعي. يعني يمكن نلاحظ الآن في المملكة كلها من الصعوبة بمكان أنه أنت تجد مدافعين كما كانوا في السابق، مثال صالح النعيمة وأحمد جميل والخليوي، لاعبين لهم كان لهم ثقلهم وكانوا. لكن سيد وجدي، أليس يعني من الظلم مقارنة جيل بجيل آخر؟ لا، هو انت بتقارن ليس بالاسماء وانما تقارن بالاداء. يعني يختلف طبعا، يختلف التنظيم الدفاعي حتى الان التنظيم الدفاعي يختلف الان اكثر وسهل من مأمورية المدافعين اكثر حتى من اول، بحكم انه انت الان بتلعب بدل ما كنت بتلعب محور واحد تلعب بمحورين، والان اصبحنا نلعب بثلاث محاور. كل هذا على اساس انه تغطيه، يعني كنوع من التنظيم الدفاعي لتغطيه زي ما يقولوا المنطقه الخلفيه وعدم ولوج اهداف بالنسبه للاعبين. طيب سيد وجدي، بالعودة إلى نقاط القوة في النادي الأهلي، ما هي أبرز نقاط القوة في الفريق كعناصر؟
بالفعل الناحية الهجومية بالنسبة للنادي الأهلي يعني كأسماء كبيرة زي فيكتور سيموس والكابتن عماد الحوسني وتيسير الجاسم يعني قوة هجومية ضاربة بالفعل يعني يمكن ما قل ما نجدها في أي فريق آخر يعني بالذات بالنسبة للمهاجمين وكلنا نعرف بالنسبة للعام الماضي وعدد الأهداف اللي سجلوها وحتى نسبة التسجيل اللي سجلوها بالنسبة للنادي يمكن مسجلين حوالي 75% من أهداف الفريق الأهلاوي هم كانوا مثلا فيكتور سيموس وعماد الحوسني وكمان فيكتور نافس العام الماضي على يعني هداف بطولة الدوري زين هذا بيدل دلالة على أنه كان في كامل عافيته لكن الموسم هذا ما بنشوف فيكتور في كامل جاهزيته ويمكن أعطيه العذر نوعا ما بحكم أنه هو كان مصاب وما كان في فورمة كويسة بالنسبة للمباريات ولياقة المباريات لكن إذا عاد فيكتور يعني إلى حالته الطبيعية أكيد حيشيل شيء كثير عن عماد الحوسني ويترك له فرصة أكبر له هو وتيسير أنه مما يتعمقوا أكثر وبالذات تيسير الانطلاق من الخلف لتسجيل أهداف أكثر. طيب سيد وجدي بالنسبة للنواحي النفسية كونها يعني كونه ديربي في جدة لكن يعني مغلف ببطولة أو أهم بطولة في القارة لها تأثير النواحي النفسية؟ والله بالفعل يعني لكن خلينا أكون صادق معك خلينا أول شيء نشيد بمثالية الجماهير في مباراة الذهاب بالفعل وكانت يعني بالفعل الجماهير يعني محط إعجاب الجميع سواء بالنسبة للاتحاد أو جماهير الاتحاد أو الأهلي لكن أنا عن نفسي أنا وقراءة للمباراة أصبح الآن يمكن الفريق الأهلاوي أكثر خبرة وتمرس الآن نوعا ما ويمكن شفنا يعني أنا عن نفسي أنا ما شفت ذاك التأثير بالنسبة للجماهير الكبير على الفريق الأهلاوي في المباراة هذه وإن كان حتى أداؤه ما كان بالشكل المطلوب ولا إحنا كنا نتمنى وأتصور نفس الشيء بالنسبة لنادي الاتحاد بحكم خبرتهم وتمرسهم بالنسبة في البطولات الأسيوية وقدرتهم على امتصاص يعني زي ما تقول التشجيع الجماهيري لكن في كل الأحوال المباراة لازم يكون فيها فوز ولازم يكون فيها متأهل والفريق اللي يتأهل بالفعل نقول له إحنا مبروك والفريق اللي ما يتوفق نقول له هارد لك وإن شاء الله في منافسات أخرى إن شاء الله. طب قبل ما أختم معك يا سيد وجدي توقعك لو سمحت للمباراة من غير عاطفة والله يعني بالنسبة للأهلي لا خيار للأهلي إلا الفوز فما عنده خيار ثاني يعني ممكن الاتحاد عنده فرصتين إنه هو يتعادل أو إنه حتى مثلا يعني هزيمة بهدفين لهدف لكن الأهلي لا يوجد له أي خيار إلا إنه هو يفوز بفارق هدفين. تهربت من الإجابة سيد وجدي وأجبت إجابة دبلوماسية كابتن مروان توقعك للنتيجة ما يا أستاذ خالد ما أبغى أزعل الأستاذ وجدي والأخوان في ليش تزعل لكن توقعي عناصريا الآن لما نجي ننظر عناصريا إنه اللاعبين الاتحاد أقرب عناصريا بحكم ممارستهم في هذه البطولة هذا شيء وأعتقد قبل النتيجة وقبل أي شيء المهيئ نفسيا ومهيئ بدنيا هو من بيظفر في المباراة ولكن أعتقد إنه الاتحاد أقرب برضو إجابة دبلوماسية واضح أن الموضوع يعني مو بسهل التوقع في المباراة عموما شكرا جزيلا وجدي الطويل المحلل الرياضي وكابتن مروان بصاص غدا بإذن الله بعد المباراة معنا وإن شاء الله يعني اللي يستحق الفوز هو اللي يفوز شكرا. في مباراة الذهاب الأسيوية الاتحاد فاز والأهلي خسر فمن سيحسم التأهل في الإياب؟ التاريخ خلال الألفية الجديدة يقف في صف الاتحاد الذي نادرا ما يفرط في التأهل إذا فاز ذهابا في حين لم يسبق للأهلي أن نجح في تعويض خسارة الذهاب في مباراة العودة. خالد الغامدي ربما تحتاج مواجهات الذهاب والإياب إلى تعامل من نوع خاص للخروج منها بالنصر إلى أنها وكأي مباراة أخرى ترتبط بعوامل أخرى لا تقل أهمية عن الجانب البدني ومنها التهيئة النفسية والحظ والتاريخ والأخير هو العامل الوحيد الذي يتأثر ولا يؤثر. في مواجهة الذهاب الآسيوية فاز الاتحاد وخسر الأهلي فكم مرة فاز الاتحاد ذهابا وأكمل مشواره بالانتصار في مجموع المباراتين وكم عدد المناسبات التي خسر فيها الأهلي الذهاب وعاد من الإياب بالخبر السعيد. في الألفية الجديدة ومن بين كل مواجهات الذهاب والإياب التي لعبها الاتحاد بمختلف المسابقات المحلية والعربية والقارية انتصر ذهابا في 19 مرة وفشل مرتين منها فقط في مواصلة المشوار.
17 مناسبة فاز فيها الاتحاد ذهابا وأكمل مشواره الناجح إيابا، واحدة منها كانت بنفس نتيجة مواجهة الأسبوع الفائت وحققها أمام الهلال في دوري أبطال العربي 2005 عندما فاز في الذهاب بهدف دون رد ليعود وينتصر في الإياب بهدفين مقابل هدف واحد في الدوري نصف النهائي. خلال هذه الفترة لم يستطع قلب النتيجة على الاتحاد إلا فريقان، وكلاهما فعل في 2006، أولهما الكرام السوري الذي فاز عليه الاتحاد ذهابا بهدفين نظيفين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا قبل أن يسقط إيابا في حمص برباعية نظيفة، وثانيهما الوداد الرياضي المغربي في ثمن نهائي أبطال العرب والذي استطاع قلب الطاولة في وجه الاتحاد بعدما خسر أمامه بهدفين دون مقابل ذهابا ليفوز بنفس النتيجة إيابا ويتفوق في ركلات الترجيح لاحقا. على الطرف الآخر وبين عشرات المواجهات التي خاضها الأهلي بنظام الذهاب والإياب لم يخسر في الذهاب سوى 3 مرات وفي جميعها لم يستطع التعويض إيابا. الأولى أمام الصفاقس التونسي في نصف نهائي أبطال العربي 2005 خسر ذهابا بثلاثية نظيفة وتعادل في الإياب بأربعة أهداف لمثلها، والثانية في تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس النسخة عندما هزمه الهلال ذهابا بثلاثة أهداف لهدف وتعادل معه إيابا بهدفين لهدفين. الثالثة هي المباراة الشهيرة أمام الشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين 2008 حيث خسر في الذهاب بستة أهداف لهدف في مباراة لم تكتمل قبل أن يخسر الإياب أيضا ولكن بثلاثة أهداف لهدف. التاريخ والأرقام يقفان مع الاتحاد إضافة إلى خبرته الكبيرة في المعترك الآسيوي، فهل يستفيد من كل هذه العوامل أم يكون للأهلي رأي آخر ويثبت أن الديربي دائما لا يخضع لتاريخ ولا أرقام ولا خبرة؟ خالد الغامدي، العربية. ماذا قال لاعبو الأهلي والاتحاد قبل موقع الجدة الآسيوية؟ أحمد الراقي ومحمد القناص. إذا أنت ما تخوفت معناته أنت من تضارب اهتمام بالمباراة، لازم أنك تتخوف، تضرب حساب لخصمك، تضرب حساب أنه أنت وراك تأهل لنهاية حلم. أكيد أنه عدينا العدة إن شاء الله، وأكيد أنه متحسبين، ما هو خوف، لا هذا احترام للفريق المنافس، وهذه الأشياء اللي يعني خليك توصل إن شاء الله لمستوى أبعد. والله الأهلي فريق كبير والاتحاد فريق كبير، وأكيد أن كل واحد يعني بياخذ حذر من الفريق الثاني، لكن إن شاء الله الاتحاد أقوى. انتهى الشوط الأول، الشوط الثاني إن شاء الله على أرضنا، يعني إن شاء الله بإذن الله حنحاول إنه ما يعني إنه نسجل في البداية، يعني أكيد يعني نخلصها من البداية يعني عشان نرتاح. أعتقد سوزا لاعب من ضمن القائمة بغض النظر عن هروب ولا مو هروب، ولا ممكن يكون مصاب، ممكن يكون موقف وما يلعب، يعني أنت لازم تهيئ نفسك أنك تلعب في ظل نقص. أنا أقول لك لو سوزا مثلا هو محمد نور أو هو سعود كريري كان قلت لك والله حيأثر وحيأثر وحيأثر، لكن هو لاعب محترف في النهاية وجاء تقريبا معانا 6 أو 7 مباريات، فما هو ذاك التأثير الكبير. صحيح لاعب كبير وما نختلف يعني على الشيء هذا، لكن يعني ما هو نور ولا هو كريري. الحمد لله تأثير مباراة مهمة تاريخية، والروح طيبة في الفريق يعني متمسكين أكثر من قبل، إن شاء الله نجيب المباراة. لا والله ما هشارك، عندي تمزق وما هقدر أشارك، لكن في إن شاء الله أفضل من كامل في الملعب. إنه إن شاء الله بإذن الله تكون نصيبنا بإذن الله نفوز في المباراة تأهل النهائي بإذن الله. المباراة السابقة أثرت عليكم ضغط المباراة الجاية خسارة بهدف؟ والله هي خسارة بس يعني المباراة يعني نهاية المطاف، يعني أنت خلص المباراة الجاية تفوز فيها ما كان صار شيء المباراة الأولى. طبعا زميلي محمد دماس هو من ذهب للنادي الأهلي وليس محمد القناص. تذاكر المباراة بحث عنها الجميع في الملعب قبل 24 ساعة من صافرة البداية، لكن ماذا حدث؟ طيب 11 كيف اخذت 11؟ كيف دخلت اعطاني خط واحده مدد يمين وخط يسار ويمين ويسار عادي، ولا اخذت ولا واحده. قاعد تبيعها ولا يعني لكم سمر؟ اعطيها حساب عادي. يقولوا الساعه 4 العالم، الساعه 4 هنا الساعه 5 يقولوا انتهت. اي والله
يعني بستبشرك شوف ذولا كلهم ما شاء الله بارك الله يمكن 40,000 متفرج حيدخلوا المباراة. أخذت تذاكر ولا ما؟ لا ما حد أخذ ما حد أخذ. ما أنا بزعلان بس التذاكر قالوا خلصت. يعني زعلت شوية يعني ودي أحضر يعني. اثنين الظاهر أنا موجود هنا بقوة خدت حبة القوة. يعني تنظيم سيء تنظيم مرة سيء تنظيم. هذا اللي حصلته. إيش هذه؟ الباقية راحت. سعر 4 العصر يمكن 46%. أهلاوي اتحادية أخذ تذاكر أروح. شايفهم بعيني أنا. إيه اتحاد أنا. ما أخذ. ما أخذت والله شيء. ليه ما أعطاك عشانك اتحادي؟ مقفل يا شباب بيك والله. والله تنظيم صفر مرة زيرو. لو خلونا نشتري فلوسنا والله نشتري والله ندفع. خمستاشر ألف تذكرة ويقول لك خلصت التذاكر وفي ساعة واحدة وزعها ويفتح بوابة واحدة يقولون ثلاثة وأربعة ونروح الأربعة يقولوا لا ثلاثة نبغى التذاكر ايوه نبغى التذاكر ايوه نبغى التذاكر ايوه نبغى التذاكر نبغى التذاكر نبغى التذاكر. المشكلة ما هي من الرابطة ولا من المسؤول الإعلامي ولا من أي حاجة من الأهلي، المشكلة من الموزعين هذه. ايوه يمسكون التذاكر يخلونها عندهم ويسكرون شبابيك ممكن بكره مسكونا بيعون سوق سوداء هم هذا موزعين نفسهم. شباك مظلم انا شايف احد جوا ولا حبيبي قبل شوي افتح يقول بروح اجيب تذاكر وارجع. الحين في احد موجود جوا ولا ما في؟ ما ادري يمكن تو قبل شوي فتح الباب وسكر وروح. يبدو ما في احد. والله كله جينا عشان خاطر الاهلي لكن حقيقه هنا لا في لا تنظيم ولا شيء يعني جايين وعسكري واحد جاي ومجموعه يمكن يجي لهم 10,000 اللي موجودين هنا يعني طريقه توزيع عشوائيه. انا سامع ان في ناس معهم 16 18 تذكره انا ما اعرف كيف اخذ التذاكر. جدة تغلي يبدو. مدافع الاتحاد حمد المنتشري يسدد خلال التمارين والكرة تصل إلى رأس مراسل العربية أحمد الرايقي. للسنة ما قد شات ولا كرة لما نشوت في وجهي. يلا معليش. كيف رأسك كويس؟ انت فين دحين؟ دقيقة خليني اتأكد. يا رجل هم كلهم غرزتين بس. انت ما ادريت ان سؤال الغرز تدري ايش التالي. شوف شوف هذا وانا اشوف والله ماني شايف شيء. خذ واحده كده خذ نظاره بس شوف شيل نظاره كريم ودني البيت والنظاره فيه حبه لا شايف نقدر نشوف. ما شاء الله بسيط ما شاء الله تبارك الله. سلامات والله احمد لازم نزورك الظاهر وقفه مع اليوم الرياضي في دقيقتين. أعلن الإسباني سيرخيو أنتونيو تشكيلة المنتخب السعودي للشباب والتي تشارك في كأس آسيا المقررة في الإمارات وضمت التشكيلة لاعب الأهلي مصطفى بصاص ولاعب الاتحاد فهد المولد. المنتخبات الأربع الأوائل في البطولة الآسيوية تتأهل للمشاركة في كأس العالم العام المقبل. قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم السعودي إيقاف لاعب نادي الشباب ناصر الشمراني لمبارتين مع تغريم 10,000 ريال لتصرفه ضد لاعب التعاون محمد باشا. أعلن عبد الكريم الجاسر المتحدث الرسمي لنادي الهلال أن اجتماعا موسعا لأعضاء شرف النادي سيعقد بعد شهر من الآن وذلك عبر موقع النادي على شبكة الإنترنت. تأهل الكويت لملاقاة العربي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس ولي عهد الكويت لكرة القدم ونجح الكويت بتكرار انتصاره على فريق الشباب بثلاثة أهداف لهدف في إياب الدور الأول.
وحقق المنامة فوزا كبيرا على البحرين بستة أهداف مقابل هدف بالمرحلة السادسة من الدوري البحريني، وسجل السعودي محمد شمراني 4 أهداف لفريقه المنامة. قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم تأخير انطلاق الدوري المحلي والذي كان مقررا الأحد المقبل في 10 نوفمبر. حافظ كاكا على موقعه في تشكيلة المنتخب البرازيلي لكرة القدم التي أعلن عنها المدرب مينيزيس تحضيرا لمواجهة كولومبيا والولايات المتحدة وديا الشهر المقبل. وبدأت الشرطة البريطانية التحقيق في تهمة الاعتداء العنصري من الحكم مارك لينبرغ ضد لاعبي نادي تشيلسي خلال مباراته مع يونايتد بالبريمير ليج. إما المال أو الرحيل، خياران صعبان وضع فيهما سوزا الاتحاد قبل الديربي. لقطة ختام بلمسات عبد الرحمن العروان، وشكرا لمتابعة في المرمى. ما فيش فلوس يا حبيبي، ما فيش فلوس، ما فيش فلوس يا عيوني، ما فيش فلوس، ما فيش فلوس يا حبيبي، ما فيش فلوس، ما فيش فلوس يا عيوني، ما فيش فلوس. أنا بحبك وقلبي قلبك. ما فيش فلوس يا حبيبي، ما فيش فلوس، ما فيش فلوس يا عيوني، ما فيش فلوس. عمري عليك يا استكوزا. ما فيش فلوس يا حبيبي، ما فيش فلوس.